صفقة مرتقبة. هل تتوصل حماس وإسرائيل لاتفاق بشأن الأسرة؟ صفقة مرتقبة. هل تتوصل حماس وإسرائيل لاتفاق بشأن الأسرة فيما تستمر الضغوط الداخلية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ تحدثت تقارير عبرية عن صفقة مرتقبة لتبادل مجموعة من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس مقابل هدنة إنسانية داخل قطاع غزة. يرى مراقبون تحدثوا لموقع سكاي نيوز عربية أن العملية الإسرائيلية لم تنجح حتى اللحظة في تحرير الرهائن، بينما تتزايد الضغوط على الحكومة، ويوافق غالبية الإسرائيليين على مقترح صفقة واسعة لتبادل الأسرة مقابل الإفراج عن 240 رهينة لدى حماس منذ 7 أكتوبر. طالب حماس إسرائيل بإطلاق سراح 6,000 فلسطيني مقابل الإفراج عن الرهائن. وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية على الموافقة على وقف إطلاق النار 3 أيام للسماح بتحقيق تقدم في إطلاق سراح بعض الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية. ضغوط داخلية ترى الباحثة الأمريكية المختصة بقضايا الشرق جاكلين دياز أن إسرائيل ستكون مضطرة للتفاوض بشأن تحرير الرهائن بسبب الضغوط التي تتعرض لها حكومة نتنياهو. تقول دياز إن القوات البرية الإسرائيلية تمكنت من تحرير جندي رهينة بعد توغلها في غزة، لكن من غير المرجح أن تتمكن القوات من تحرير مئات آخرين، حيث يعتقد أن حماس تحتجزهم في متاهة من الأنفاق والغرف تحت الأرض. في المقابل تكثف العائلات الضغوط على الحكومة الإسرائيلية وتطالب بعقد اجتماعات مع نتنياهو، وتتهم الحكومة بعدم إعطاء الأولوية لإطلاق سراح أحبائهم على حساب القصف العسكري الإسرائيلي على غزة والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 10,000 فلسطيني. وعلى المستوى الفردي تؤيد العائلات بشكل متزايد فكرة تبادل الأسرة مع حماس لإعادة ذويهم إلى الوطن، لذلك يتطلب من نتنياهو العمل أولاً على إنجاز ملف الأسرة بأي طريق. وتقول دياز إن هدف القضاء على حماس قد لا يتوافق مع إطلاق سراح أكثر من 140 رهينة، ويعترف بعض المسؤولين العسكريين الإسرائيليين سراً بأنه قد يتعين إبرام صفقة مؤلمة.